الحل أن يندم في جيب شخص آخر وسلوك إيجابي طبعا أو قصد والسرقة. أما السلوك السلبي كما سنرى بالتفصيل هو الامتناع عن أمر أوجبه القانون، مثلا امتناع رجال المطافئ من إنقاذ أشخاص من حريق أو في حريق، امتناع شخص وجد الطفل رضيع بالجوار من منزله من أن ينقله إلى السلطة المحلية أو إلى مركز الشرطة أو إلى المستشفى. هذا سلوك إجرامي ويتخذ صورة السلوك السلبي. إذا لارتكاب جريمة ما لا بد من إتيان سلوك مادي. تفترض أيضا هذه الجريمة أو هذا السلوك المرتكب حدوث نتيجة إجرامية، وهذه النتيجة هي تكون بمثابة اعتداء على حق يحميه القانون الجنائي. مثلا جريمة القتل هي بمثابة اعتداء على الحق في الحياة التي يحميها القانون الجنائي. كذلك بالنسبة مثلا للسلوك الذي قلنا إدخال اليد في الجيب فهو اعتداء على حق الملكية التي أيضا يحميها القانون الجنائي، وهكذا. كذلك بالنسبة للاغتصاب هو اعتداء على الحق في الشرف والعرض الذي يحميه القانون الجنائي. لكن النتيجة بهذه أو بهذا المعنى قد تتحقق في بعض الجرائم ولا تتحقق في بعض الآخر. مثلا نجد بعض الأفعال جرمها المشرع وهي لا تحقق نتيجة، مثلا المحاولة في الجنايات والجناح. فلمجرد أن الشخص يحاول قتل شخص آخر وإن لم تتحقق النتيجة كما سنرى في المحاولة فهي جريمة يعاقب عليها، يعاقب عليها بالعقوبة المخصصة للجريمة والنتيجة غير موجودة. كذلك بالنسبة لحمل السلاح بدون رخصة، حمل السلاح بدون رخصة هل هذا السلوك أوجد أو حقق نتيجة معينة؟ لا، ومع ذلك جرمها المشرع. طيب كذلك افتراض وجود جريمة يقتضي أن القانون الجنائي أعطى لهذا الفعل وصف الجريمة، أعطى له وصف جريمة بمعنى أن القانون الجنائي هو الذي أسدى ما يسمى بعدم شرعية السلوك أو عدم شرعية الفعل. لكن هذه الصفة التي هي صفة عدم المشروعية صفة نسبية. أعطيكم مثال، مثلا القتل هي جريمة أليس كذلك؟ القتل العمد جريمة المنصوص عليها في الفصل 92 القانون الجنائي، جرمها المشرع وعاقب عليها بأقصى العقوبات. لكن القتل نفسه إذا كان دفاعا عن النفس هل يعتبر جريمة؟ كما سنرى لا يعتبر جريمة طبعا بشروطها. الفصل 124 جعله أو جعلها حقا للشخص، ومن ثم صفة المشروعية أو عدم المشروعية من الذي يضفيها؟ النص الجنائي، القانون الجنائي. كذلك إتيان جريمة ما أو افتراض وقوع جريمة ما يقتضي أن هذه الأخيرة صادرة عن إرادة جنائية، صادرة عن إرادة جنائية، ويفترض في هذه الإرادة أن تكون مدركة مميزة واعية بأن هذا الفعل يؤدي إلى تحقيق النتيجة المخالفة للقانون الجنائي. لذلك نجد الجنون وصغر السن دون سن التمييز تعد موانع للمسؤولية كما سنرى. إذا هنا حتى تكون للإرادة الجنائية قيمة قانونية لابد أن تكون مسيطرة على مادية الجريمة، مسيطرة على السلوك المادي للجريمة. وهنا هذه الإرادة الجنائية أو الإجرامية تتخذ صورتين، إما صورة القصد الجنائي وإما صورة
الخطأ غير العمد. إن صورة القصد الإجمالي طبيعة الحال ينبغي أن تكتبوا رؤوس الأقلام لأنها الشركة ما كانش مطبوع. أنتم مطالبون بالمطبوع وبالمحاضرات. أنتم كطلبة التعليم العالي الأستاذ يتكلم وأنتم تأخذون وتسجلون رؤوس الأقلام أو الخطوط العريضة. التصرفات والأعمال
المشرف في قناة التزامات العقول ذكر كعنوان للفرع بكامله الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم. وإذا رجعنا إلى الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود نجده يعرف الجريمة بأنها كل فعل صدر عن الإنسان أو ارتكبه الإنسان عن عمد. إذا الجريمة هي كل فعل ارتكبه الإنسان عن عمد فألحق ضررا للغير. هذا التعريف الذي أعطاه المشرف في الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود. السؤال الآخر، هل بأن الجريمة الجنائية هي الجريمة المدنية؟ أم أن هناك اختلافات بينهما؟ عما كنت في هذا السؤال تبادر إلى أذهانكم؟ هل الجريمة المدنية هي الجريمة الجنائية أم هناك اختلافات بينهما؟ اجتهدوا، كل مجتهد نصيب، للذي أصاب أجران وللذي أخطأ أجر واحد. نعم، نعم. يعني هناك اختلافات، ممتاز، نعم. إذا هناك اختلافات في الجريمة الجنائية والجريمة المدنية. الاختلافات على مستوى الأركان وعلى مستوى العقوبة. على مستوى الأركان وعلى مستوى العقوبة. بالنسبة للركن القانوني كما صنع، الركن القانوني بالنسبة للجريمة الجنائية هو الذي يحددها، لأن الركن القانوني هو نص جنائي. هو القانون الجنائي، فالنص الجنائي هو الذي يحدد فعل ما ويعطي له وصف جريمة. إذا الركن القانوني في الجريمة الجنائية في غاية الأهمية، فهو الذي يعطي وصف الجريمة على فعل ما. أما بالنسبة للجريمة المدنية فهذه الأخيرة تتحقق بمجرد حدوث ضرر. فإذا وقع ضرر للغير أو لأحد الأشخاص نقول بأن الجريمة تحققت دون داع لأن ينص عليه المشرع المدني. فالفعل إذا أحدث ضرر للغير يستوجب التعويض، وهو كجزاء مدني يستوجب التعويض دون حاجة لأن ينص عليه المشرع المدني في نص قانوني. أما بالنسبة للجرائم في المجال الجنائي لا بد من تنصيص المشرع على الأفعال التي تعتبر جرائم. الركن المادي، قلنا أهم ركن مادي في الجريمة المدنية هي الضرر. إذا تحقق الضرر تقوم الجريمة. لكن بالنسبة للجريمة الجنائية الضرر ليس مهما. الضرر ليس مهما، لماذا؟ لأن هناك أفعال جرمها المشرع ولا تلحق ضررها. مثلا المحاولات التي ذكرنا، المحاولة في الجنايات، المحاولة في الجنح، مثلا محاولة السرقة، محاولة القتل، فهذه محاولة وليست جريمة قتل كاملة، ومع ذلك جرمها المشرع. حمل السلاح بدون رخصة هي ليست جريمة كاملة، ليس لا تتوفر نتيجة، لا توجد نتيجة، ومع ذلك جرمها المشرع. إذا في المجال الجنائي الضرر لا يهم كثيرا كما هو الشأن بالنسبة للمجال المدني. الركن المعنوي وهو القصد أو النية أو الإرادة في المجال الجنائي أهم من المجال المدني، إذ أن بعض الجرائم لا تقوم في المجال الجنائي إلا إذا كان أو إذا كانت الإرادة متجهة إليها. مثلا هاتك الغرض، هاتك عرض قاصر. إذا كان إدخال اليد أو لمس قاصر بقصد آخر غير هتك هتك عرضه، فهناك تتحقق الجريمة. كذلك إدخال اليد في جيب مثلا شخص صديق له إذا لم يكن القصد أو النية هي السرقة،
إذا هناك مجموعة من الجرائم لا تقوم إلا إذا تحققت الإرادة الجنائية، في حين في المجال المدني الجريمة لا تتحقق بمجرد تحقق الضرر. لا تهم الإرادة أو القصد الجنائي، فهناك جرائم مدنية تقوم بوجود الخطأ غير العمدي، إتلاف منقولات الغير بدون قصد يحدث ضرر، ومثل جريمة قائمة تستوجب التعويض. إذا هناك اختلافات بين المجالين المدني والجنائي الخصوصي، وصف الجريمة بالاستناد إلى الأحكام. هناك أيضا اختلافات على مستوى العقوبة. عقوبة الجريمة الجنائية محددة بمقتضى نص القانون، وتختلف من جريمة إلى أخرى. وهذه العقوبات قد تكون عبارة عن تدابير وقائية، وقد تكون عبارة عن عقوبات فعلية. وهذه العقوبات بالنسبة للمجال الجنائي هي أشد من العقوبة المدنية، فهي تمس الحياة أو النفس بالنسبة للإعدام، تمس الحرية بالنسبة للسجن أو الحبس، تمس المال بالنسبة للغرامة. أما بالنسبة للعقوبة في المجال أو عقوبة الجريمة المدنية، فالأمر لا يتعدى ثلاث اضطرارات: إما أن يحكم القاضي المدني بإرجاع الوضع إلى ما كان عليه، مثلا شخص اعتدى على جاره فبنى في عقاره، تحكم المحكمة بإزالة البناء، والعكس إذا قام بهذا تحكم عليه بالبناء إعادة الوضع إلى ما كان عليه، أو تحكم بمضطر التصرفات القانونية كما ستدرسون بالنسبة لقانون التزامة العقود أو القانون المدني. إذا مثلا لم يتحقق ركن من أركان العقد فالجزاء هو المضطر، وإما التعويض. الجزاء الثالث بالنسبة للجريمة المدنية هو التعويض. إذا تلاحظون بأن العقوبة المخصصة للجريمة الجنائية أشد من العقوبة المخصصة للجريمة المدنية، فهناك اختلافات. هناك اختلاف على مستوى الأركان، وهناك اختلاف على مستوى العقوبة. طيب، هل هناك فقط جريمة مدنية وجريمة جنائية؟ لا، هناك أيضا جريمة تأديبية.
العنوان أو دفع العنوان عن المجتمع ككل. أما بالنسبة للجريمة التأديبية فهي دفع العنوان عن هيئة من الهيئات التي ينتمي إليها الجاني أو مرتكب الجريمة. أمام قضاء مدني مستقل، ولكن في الغالب تقوم بالتبعية.
إذا ما معنى أنها تحوز قوة الشيء المقربي؟ يعني أن القاضي الزجري يقيد القاضي المدني. ما يمكنش القاضي الزجري يحكم بالعقوبة الحبسية أو السجنية ويكون أحدث ضررا للغير هذا الجانب ولا يحكم القاضي المدني للتعويض، لأن دائما القاضي الزجري يقيد القاضي المدني، والحكم الزجري يحوز قوة الشيء المقضي به ويتحكم في الحكم الصادر عن القاضي المدني أو في الدعوة المدنية. إذا يمكن أن تقوم الجريمتان معا في نفس الوقت. وهل يمكن أن تقوم جريمة تأديبية وجريمة جنائية؟ نعم طبعا. مثلا طبيب يقوم بإشهار متكرر بدون ضرورة، فهذا الطبيب ينتمي إلى هيئة أطباء. طبعا هذا الطبيب أحدث جريمة وارتكب جريمة وهي منصوص عليها في القانون الجنائي، فهو يعاقب جنائيا. قد ارتكب جريمة جنائية وفي نفس الوقت ارتكب مخالفة للقوانين المنظمة لمهنته، وكذلك خالف الواجبات الملقات عليه من قبل الهيئة التي ينتمي إليها، فهو أيضا سيؤدب، سيصدر في حقه التوقيف عن مزاولة المهنة إما بشكل مؤقت وإما بشكل نهائي تبعا للقرار الذي ستتخذه هذه الهيئة في حقه. إذا هنا نلاحظ فقط بالنسبة للمجال المدني والجنائي أن في أحياء كثيرة عندما تكون جريمتان معا القاضي الجنائي هو الذي ينظر فيهما، لكن بالنسبة للجرائم التأديبية الأمر مخالف تماما. فالجريمة الجنائية تنظر فيها المحكمة الزجرية، ولكن بالنسبة للجريمة التأديبية تتخذها في حقه الهيئة التي ينتمي إليها هذا الشخص مرتكب المخالفة أو الجريمة، رغم أن المصدر واحد. مثلا كما قلنا للطبيب أو الموظف العمومي الذي يختلس أموال الخزينة العامة، هذا الآخر يكون قد ارتكب جريمة اختلاس وهي جريمة جنائية، وفي نفس الوقت ماذا فعل؟ ارتكب أيضا جريمة تأديبية يعاقب عليها من قبل الهيئة التي ينتمي إليها، رغم أن المصدر واحد هو الوظيفة العمومية. ارتكب جريمة في إيطاليا، إلا أن كل جريمة تأخذ مسار مختلف عن الأخرى. إذا هذه الفكرة عامة عن أصل الجريمة واختلافها بين المجال المدني والتأديبي والجنائي. الآن كيف عرف القانون الجنائي الجريمة؟ نجده في الفصل 110 يعرف الجريمة بأنها كل عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه. ماذا تلاحظون؟ المشرع هنا ذكر الركن القانوني الذي نص على القانون الجنائي، وذكر الفعل او الامتناع وهو الركن المادي، وتغاضى عن الركن المعنوي. وقلنا ونحن نتحدث عن الجريمة الجنائية بأن الركن المعنوي في غاية الأهمية، فالإرادة والنية والقصد هي مهمة بالنسبة للجرائم الجنائية. إذا هنا الفقه تدخل بمجموعة من التعريف لا يمكن أن نتطرق إليها كلها، ولكن يمكن أن نقول بتعريف شامل بأن الجريمة هي كل فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية. كل فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يعاقب عليه القانون الجنائي. الركن الأول، في الجريمة هو الركن القانوني، ويسميه بعض الفقهاء أو بعض المهتمين بالقانون الجنائي بالركن الشرعي، وهو شرعية التجريم والعقاب، شرعية التجريم والعقاب. هذا المبدأ أو هذا الركن
شرعية التجريم والعقاب. نسيتم تبخر كل شيء. الكلاسيكية، المدرسة الكلاسيكية. ذكرت المدرسة الكلاسيكية قد 18 ضرورة التقيد بمبدأ شرعية التجريم والعقاب. وهذا المبدأ نصت عليه اتفاقية حقوق الإنسان والمواطن بفرنسا بعد الثورة الفرنسية بطبيعة الحال. وانتقل هذا المبدأ إلى مبدأ عالمي نصت عليه اتفاقية حقوق الإنسان هذه الجمعة. نصت عليه اتفاقية حقوق الإنسان أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا قلنا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن بفرنسا، تم التنصيص عليه. ثم انتقل سنة 1948 لنص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الفصلان 11 و12. إذا أصبح هذا المبدأ مبدأ عالمي، وكذلك تم التنصيص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. لكن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، هل الإسلام لم ينص على هذا المبدأ؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بمعنى استقلال، بمعنى أن العذاب العقاب الأخروي لن يكون إلا بوجود رسول، يعني إلا بوجود إخبار. إذا الشريعة الإسلامية كانت سباقة إلى ذلك. وكذلك الأمر كما قلت بالنسبة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إذا هذا المبدأ الذي هو شرعي التجريم والعقاب أخذت به جل وإن لم أقل كل الدول وكل التشريعات الجنائية المقارنة. طبعا أخذ بها المشرع المغربي. فما مفهوم شرعية التجريم والعقاب؟ ماذا يقصد به؟ يقصد بشرعية التجريم بأنه لا يمكن اعتبار فعل ما جريمة إلا إذا نص عليها القانون الجنائي، ولا يمكن المعاقبة عليها إلا إذا قرر هذا القانون العقاب عليها. لا يمكن اعتبار فعل ما جريمة إلا إذا جرمه القانون الجنائي، ولا يمكن المعاقبة عليه إلا إذا قرر هذا القانون ذلك. هل نجد هذه القاعدة منصوصة في القانون الجنائي؟ نعم، الفصل الثالث: لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يكن يعد جريمة بصرف القانون، ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون. لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يكن يعد جريمة بصرف القانون، ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون. كذلك نجد الدستور في الفصل 23 من ينص: لا يجوز اعتقال أي لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو محاكمته أو إدانته إلا في الحالات وفق الإجراءات المحددة في القانون. إذن هذا نص دستوري أيضا يؤكد بأن الأساس أو الأصل في الشخص هو البراءة، وهو عدم المتابعة، وهو عدم تجريم فعله إلى أن ينص
بخصوص هذا الفعل نص جنائي.
يستر ما قدر الله البشر فيروس كورونا أكثر، له الحق في أن يعلن حالة استثناء، لأن الدستور لم يقيد هذه الحالة بشروط موضوعية. ثم متى أيضا؟ في حالة حل البرلمان استنادا إلى الفصل 96 قد تجد سنة قانون دستوري. ما خرجوش القانون الدستوري، ما زالوا في الدستور. طيب، أتقرأ هذا الشيء. في حالة حل البرلمان استنادا إلى الفصل 96 من الدستور تفاديا للفراغ التشريعي، فإن الملك يشرع في محله بما فيها في المجال الشرعي. إذا هنا النص التشريعي الصادر عن البرلمان كصاحب الاختصاص الأصيل في هذا المجال هو الذي يعتمد في القاعدة الجنائية، بمعنى آخر لا يجوز للقاضي إذا لم يجد النص تشريعيا يجرم فعلا أو يعاقب على فعل أن يلجأ إلى مصدر آخر من المصادر المعروفة للقاعدة القانونية كالعرف أو الشريعة الإسلامية أو قواعد العدالة أو القانون الطبيعي. لا يجوز له ذلك. أعيد الجملة، القاضي الجنائي لا يجوز له أن يلجأ إلى مصدر آخر غير التشريع لتطبيق القاعدة القانونية على واقعة من الوقائع التي ينظر فيها في مجالي التجريم والعقاب، فلا يجوز له أن يلجأ إلى العرف ولا إلى الشريعة الإسلامية ولا إلى قواعد العدالة ولا إلى القانون الطبيعي. فهنا يجب عليه إذا لم يجد نصا تشريعيا أن يحكم ببراءة المدة. إذا لم يجد نصا تشريعيا يجرم فعلا أو يعاقب عليه يجب عليه أن يحكم ببراءة المدة فقط. إلى كل شيء تعقيب لي باش ما يمشوش أفكاري أنا. باقي ما وصلناش، ما تخرجوليش المراحل. ما يمكنش نعطيكم معلومات متسلسلة وبدقة. هذا ما صدره الآن لاحقا. لكن قبل القياس حصر القاعدة الجنائية. حصر القاعدة الجنائية فقط. انتبهوا ما بينكم. أراه ليش المحاضرة مزيان. أهم الخطوة عندك المحاضرة. فإنه تمكن من 50% من المعلومات. وأحيانا ليس أحيانا أطرح سؤال من المحاضرة مثلا في مادة قانون الأسرة، وضعت سؤال من المحاضرة للأسف الشديد صدمت. كانوا كيحضروا بزاف وانت اللي حاضرين بالأجسام ديالهم ماشي بعقول ديالهم. إذا هناك معلومات يستطيع الطالب أن يلتقطها من المحاضرة وتترسخ في ذهنه. شريطة يعاودها وفي عبد الحال في المساء ويوصل المنزل ديالو يعاود المحاضرة ما يخليهاش تتركب عليه. إذا قلت هنا استنادا إلى مبدأ شرعية التجريم والعقاب لا يجوز للقاضي الجنائي أن يلجأ إلى مصدر آخر غير التشريع لتطبيق حكم معين على واقعة موجودة أمامه، فهنا يتعين عليه أن يحكم ببراءة المدعى. هذا فيما يخص التجريم والعقاب، يعني إذا كان فعل يريد أن يجعل منه جريمة أو أن يعاقب عليها. أما في غيرها من المواضع فالأمر شيء آخر. مثلا ما يتعلق بالحد من نطاق التجريم والعقاب كموانع المسؤولية التي سنرى، كالأعذار المخففة من العقوبة أو الأعذار المعفية من العقوبة، فهذه في مصلحة المتهم. وكذلك بالنسبة لأسباب التبرير والإباحة سنرى في الحصة المقبلة إن شاء الله أسباب التبرير والإباحة. هذه الأسباب لم ينص على بعضها المشرع في القانون الجنائي، ومن ثم القاضي يلجأ إلى الشريعة الإسلامية وإلى العرف. أعطيكم مثال من أسباب التبرير والإباحة. ما معنى أسباب التبرير والإباحة؟ يعني الجريمة مبررة. شخص إذا ضرب شخص آخر
إذن استنادا إلى القوانين المنظمة لها، وهي عبارة مأخوذة من الأعراف، من الأعراف. إذن المصدر ليس هو القانون الجنائي لنا، كذلك مزاولة المهنة الطبية. إذا أخذ الطبيب وشق بطن مريض بسكين، فلو افترضنا أن هذا الطبيب ليس بطبيب، شخص آخر، مجرد شخص، وشق بطن شخص آخر بسكين، هل هي جريمة؟ جريمة. ولكن عندما قام بها الطبيب هل هي جريمة؟ من الذي قرر الجريمة التي قام بها الطبيب؟ هي الأعراف المهنية التي ينتمي إليها هذا الشخص والطبيب، وهذا سنراه لاحقا. إذن هذه الأسباب تحد من الجريمة ولا توسع فيها، ومن ثم اللجوء إلى مصادر غير التشريع ممكن للقاضي أن يلجأ إليها إذا لم تكن تتعلق بالجريمة والإتقان، كما لو تعلق الأمر بأسباب تبرير والإباحة. أما إذا تعلق الأمر بالتجريم والعقاب فلا يجوز له أن يلجأ إلى أي مصدر آخر من غير التشريع المكتوب. واضحة الفكرة؟ تمكنتم منها؟ طيب. القاعدة الثانية المترتبة على الشرع بين التجريم والعقاب هي التفسير الضيق للنص الجنائي. التفسير الضيق للنص الجنائي، قلنا في الحصة السابقة يجب على المشرع وهو يقوم بكتابة قاعدة جنائية أن يتوخى الوضوح والبساطة. لماذا الوضوح والبساطة؟ حتى يصل المعنى والمفهوم إلى القاضي وإلى باقي الأشخاص الآخرين التي سيطبق عليهم. لماذا؟ لأن القاعدة الجنائية تلحق أساسيات الشخص، تلحق الحقوق التي تعتبر أساس في حياته، فهي تلحق النفس، الإعدام، تلحق الكرامة، تلحق الحرية أن ستكون العقوبة الحبس أو السجن، تلحق المال بالنسبة للغرامة. إذن القاعدة الجنائية يجب أن تكون واضحة وبسيطة وإمكان للجميع فهمها بما فيها السر القرار. مهما فعل المشرع ومهما اتخذ من احتياط فإنه يبقى إنسان، والإنسان معروف بالقصور والتقصير. لذلك فقد تلي القاعدة الجنائية إما غامضة يشوبها اللبس، وإما قاصرة لا تشتمل الوقائع والأحداث الأخرى التي تحدث في الواقع والتي لم يتصورها المشرع عندما وضعها. إذن هنا هل القاضي إذا وجد نصا غامضا يجب عليه أن يقفل القانون الجنائي وينتظر أو أن يمتنع عن الحكم، أم أنه يجب أن يحكم؟ ماذا يجب عليه أن يفعل في الغرب؟ دائما إذا كان النص غامضا، عندما أقول غامضا ماذا يحصل به؟ هل هو قد خطأ مادي؟ فنجد في بعض النصوص أخطأ مادية ارتكبها المشرع، مثلا أضاف كلمة إلى كلمة أخرى، أو أخطأ في حرف لم يكتبه. هذه الأمور بسيطة يصححها القاضي ويمضي إلى طريق النص. كذلك هناك بعض الأخطاء العابرة، فكما تعلمون بأن القانون الجنائي يعود إلى سنة 62 كما قلنا، فهو مأخوذ من التشريع الفرنسي، وبالتالي فإذا وجد القاضي غموض ماذا يفعل؟ يقارن النص العربي المستنسخ عن الأصل الفرنسي، لأن هذا مترجم ليتوصل إلى المعنى الحقيقي، فهذا الأمر أيضا بسيط. لكن في بعض الأحيان لا يستطيع القاضي أن يتوصل إلى معنى المشرع لأن النص يكون غامضا، ذلك الإبهام الذي يعجز معه رغم استخدامه لجميع وسائل التفسير. إذا هنا ماذا يتعين عليه أن يفعل؟ يجب عليه أن يحكم، وإلا تودع بجريمة إنكار العدالة. نعم، لا يمكن، لا بد للقاضي أن يحكم. إذا هنا يجب
وإنما يجب عليه أن يفسر النص الجنائي باستخدام القواعد الخاصة التي ترمي إلى التفسير الضيق للنص الجنائي. فهناك تفسير موسع وهناك تفسير ضيق. هنا يجب أن يفسر هذا النص تفسيرا ضيقا. كيف ذلك؟ هنا يجب أن نميز بين منع القياس كما قال زميلكم وبين جواز القياس لمصلحة المتهم. فبالنسبة للقياس، عملية القياس كأصل كقاعدة محظورة في المجال الجنائي. ما معنى القياس؟ يعني أن واقعة معينة لم يأتي فيها نصا جنائيا والقاضي يجب أن يصدر حكمه فيها. هل يجوز له أن يقيسها على واقعة أخرى مشابهة منصوص على حكمها في القانون الجنائي؟ بحسب الأصل لا يجوز له ذلك. لا يجوز للقاضي الجنائي أن يقيس فعل أو واقعة غير منصوص على عقوبتها ولا على يعني تجريمها على جريمة أخرى وعلى فعل آخر مجرم ومعقب عليه. لا يجوز له ذلك. أعطيكم أمثلة. مثلا عندنا الفصل 570 من القانون الجنائي جرم وعاقب على إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جرحة. شخص مثلا سرق أشياء وأخفاها له جريمتان. جريمة السرقة وجريمة إخفاء الأشياء لأنها متحصلة من جرحة. لكن إذا أمسكت الشرطة بالشخص ارتكب مخالفة، فقام هذا الشخص بإخفاء أشياء متحصلة من هذه المخالفة، هل يجوز للمحكمة أن تقيس إخفاء الأشياء المتحصلة من المخالفة عن الأشياء المتحصلة على من الجناية أو الجرحى؟ لا يجوز له ذلك، لأن النص الجنائي نص حصري. لا يجوز للمحكمة أن تقوم بعملية قياس إخفاء الأشياء المتحصلة من المخالفة على إخفاء الأشياء المتحصلة من الجرحى. لا يجوز ذلك. أعطيكم مثل آخر. مثلا الفصل 187 وهو يتحدث عن الاعتصام. هذا الفصل شدد العقوبة على مجموعة من الأشخاص وهم أصول مغتصبة. عندما نقول أصول الأب والجد وإن عدا فجد الجد وهكذا، يعني أصول مغتصبة من له السلطة عليها، وصي مغتصبة كذلك، الذي الخادم عندها بالأجرة، الموظف الديني، الشخص الذي استعان بآخر للقيام بعملية اقتصادية التعامل في الاقتصاد. هؤلاء يحاكمون وفق الظروف المشددة، يعني ضعف العقوبة المخصصة للاعتصام. فإذا سيق أمام المحكمة شخص هو ابن للمغتصبة أو حفيدا لها يعني فرع للمغتصبة، هل يجوز للقاضي أن يقيس الابن على الأب فيعطي له عقوبة مشددة أم لا يجوز له ذلك؟ على أساس أن الجريمة التي ارتكبها الابن أبشع من الاغتصاب الذي ارتكبه مثلا الموظف أو الخادم عندها بالأجرة، أليس كذلك؟ هل هنا يستطيع القاضي أن يقيس أم لا يجوز له ذلك؟ لا يجوز له ذلك. هنا لا يجوز لأن النص الجنائي حصري. أعطيكم مثل آخر. افتضاب الأنثى، افتضاب أنثى يعني افتضاب بكارة الأنثى، هذه ليست جريمة مستقلة في القانون المغربي، يعني لا يعاقب عليها القانون المغربي إلا في ظروف. مثلا لو أن المحكمة عاقبت الشخص الذي اغتصب أنثى وقام بافتضابها كظرف مشدد للاغتصاب، فإنها لا يجوز أن تقيس عملية الافتضاب بالاغتصاب على عملية الافتضاب عن طوارئ في إرادة الأنثى. هذه ليست جريمة مستقلة. الحالة الأولى لا تعد جريمة لأن برضاها لا يوجد اغتصاب. إذا عملية القياس لا يمكن أن يلجأ إليها القاضي الجنائي في التشريع ولا في العقاب. لا
يجوز لهم ذلك؟ وهل يجوز لهم ذلك في مواضيع أخرى معا؟ يجوز للقاضي الجنائي القناص إذا كان في مصلحة المجتمع. فمثلا إذا تعلق الأمر بوقائع قد تحد من نطاق تجريم المتهم كموانع المسؤولية، الأعضاء التي تخفف كما سنرى، الأعضاء التي تخفف من العقوبة أو الأعضاء التي تعفي من العقوبة، فهذه مسموحة للقاضي بأن يعتمد القياس هنا. ما السبب في ذلك؟ أنها لا تخالف قاعدة شرعية التجريم والعقاب، لأن الهدف من هذا المبدأ شرعية التجريم والعقاب عدم اعتبار أشخاص مجرمين إلا إذا وجد نص قانوني يجبر أفعالهم. وأخلك بتلك الهاتف. طيب تفضلي خرجي وسيري. تفضلي تنزلي. تكملي الهاتف ديالك المكالمة ديالك معك. احتراما لزملائك وللأستاذ، الهاتف أنا في الحصة ما استخدموش. شوف إذا قلت هذه هي القاعدة الثانية، هي التفسير الضيق للنص الجنائي. القاعدة الثالثة هي عدم رجعية القوانين. هذا عدم رجعية القوانين كتجي لكم تقيلة، ما عرفتش علاش لا تستسلمونها في الامتحانات، واش ما كتسولوهاش فيها خلط تستبعد. كل ما وضعت هذا الامتحان كنلقى الطلبة وكيقولوا كاملين كانوا محاضرة، كنلقاو لأن الطلبة مع نتائج رغم أنه مبدأ في غاية البساطة. إذا خديتوها ما تكونش منه خديتوها ببساطة غتبقاو بسيطة جدا. إذا هذه القاعدة تأثر مترتب عن شرعية التجريم والعقاب يسمى بعدم رجعية النص الجنائي. المقصود منه أن القانون الجنائي الذي يطبق على النازلة هو دائما القانون الجنائي الذي ارتكب المجرم الفعل في ظله، وليس القانون الجنائي الذي يطبق أثناء محاكمته. أعيد، إذا وجد قانون جنائي عند ارتكاب جريمة وقبل محاكمة الشخص صدر قانونا جنائيا آخر، هنا القاعدة على مجرية القوانين القانون المطبق هو القانون الذي ارتكب في ظله أو ارتكب في ظله جريمة. لأن القانون الجنائي يحتكس على المستقبل ولا يعود إلى الماضي. أعيد، وليس هو القانون الذي سيحاكم الجاني في ظل يعني في مدة فرعية. إذا دائما نقول القانون المطبق هو قانون ارتكاب جريمة وليس قانون المحاكمة. قانون ارتكاب جريمة وليس قانون المحاكمة. ما هو السبب في ذلك؟ المشرع ذكر في المذكرة أن القانون الجنائي لا يؤاخذ أحد على فعل لا يعتبر جريمة، لا يؤخذ أحد على فعل لا يعتبر جريمة بمقتضى القانون الذي كان سابقا، لا يؤخذ أحد على ارتكابه جريمة لم تكن على ارتكابه فعل لم يكن يعتبر جريمة بمقتضى القانون الذي كان سابقا وقت ارتكابه. إذن هنا القانون المطبق هو القانون الذي ارتكبت فيه الجريمة، والدستور أيضا نص على عدم رجعية القانون، فالدستور نص على عدم رجعية القوانين بصفة عامة بما فيها القانون الجنائي. إذا قولي عدم رجعية القانون كقاعدة يقصد بها القانون المطبق هو قانون ارتكاب جريمة
أيضا يمكن له أن يفسر. كيف ذلك؟ المجرد أن أصدر قانونا أو نصا جنائيا ثم بعد ذلك ارتأى بأن هذا النص سيخلق إبهام وغموض لدى القضاة بصفة خاصة، فإنه سيتبع تفسيرا لهذا النص ويسمى بالقانون المفسر. هناك أمثلة في القانون الجنائي. عندنا مجموعة من الفصول، عندنا الفصل 511. الفصل 511 يوضح مدلول المنزل المسكون في السرقة. يوضح مفهوم المنزل المسكون في السرقة. الفصل 511 يوضح مفهوم الكسر، كسر الحائط أو كسر مجموعة من الأمور في المنزل المسروق. يوضح لنا مفهوم عملية القاضي الكسر. الفصل 513 يوضح مفهوم أو مدلول التسلق في السرقة. الفصل 503 يوضح مفهوم السلاح في القانون الجنائي. كذلك الفصل 224 يوضح مفهوم الموظف العام أو العمومي في القانون الجنائي، وإلى غيره. هناك مجموعة من الأمور جاءت تفسيرا. السؤال المطروح، هل هذه النصوص التي جاءت مفسرة يمكن لها أن ترجع إلى الماضي أم لا؟ استثناء من القاعدة التي قلنا هي عدم رجعية النص الجنائي، فإن النص المفسر للقاعدة الجنائية السابقة يلحق بها ويطبق بأثر رجعي. نقول أثر رجعي أو ثوري، أثر رجعي يعني أثر ثوري يطبق بأثر رجعي بمجرد صدوره على الواقعة أو الوقائع التي ارتكبت خلال الفترة الفاصلة بين صدور، نعم بين تاريخ صدور القانون المفسر والقانون المفسر. أعيد، النص المفسر الذي جاء ليفسر ويوضح نصا سابقا يطبق بأثر رجعي على الواقع، فيلحق بالنص المفسر ويطبق على الواقع التي حدثت خلال الفترة الفاصلة بين صدور النص المفسر والنص المفسر. ما السبب في ذلك؟ السبب هو أن هذا النص الجديد الذي جاء في القانون الجديد المفسر لم يضيف جريمة ولا عقوبة، فهو جاء فقط ليوضع، ومن ثم استثناء من القاعدة التي هي عدم رجعية النص الجنائي يطبق النص الجنائي المفسر، يطبق رجعيا بصفة فورية على الماضي. الحالة الأخرى وهي التي تهمنا كثيرا، القانون الأصلح للمتهم. القانون الأصلح للمتهم. الفصل 6 من القانون الجنائي ينص في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول وقت ارتكاب الجريمة بين تاريخ ارتكاب الجريمة وصدور الحكم النهائي لتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم. إذا هنا المجرد افترض وجود قانون، هناك قانون قديم هو الذي ارتكبت فيه جريمة الجريمة، وقانون جديد هو الذي سيحاكم فيه المجرم. هنا المشرع ينص على أن القانون الذي سيطبق هو القانون الذي فيه مصلحة للمتهم. فما القانون الذي فيه مصلحة؟ المشرع وضع شروط، هي ثلاث شروط. الشرط الأول، يجب أن يكون هذا القانون الجديد في صالح المتهم، وأحيانا يكون من البساطة والسهولة بما كان على القاضي أن يحدد بأنه في مصلحة المتهم، وأحيانا أخرى يكون من الصعوبة أن يحدد بأنه في مصلحة المتهم. سأشرح ذلك. يكون هذا النص واضحا في حالة ما إذا كان هذا النص يسقط وصف الجريمة على الفعل. إذا كان الفعل جريمة وجاء نص جديد ولم يعتبره جريمة، هنا الأمر واضح. إذا خفف من وصف الجريمة، مثلا هذه الجريمة كانت جناية، جاء قانون جديد جعل منها مجرد جرحة، أو كانت جرحة جعلها مجرد مخالفة، فهنا في مصلحة المتهم. كذلك إذا جاء قانون جنائيا جديدا وأضاف
والقانون الجديد يقل في عقوبة الحد الأقصى عن القانون القديم. ففي الحصة السابقة رأينا بأن المشرع المغربي أخذ بالمدرسة التوفيقية، أليس كذلك؟ المشرع المغربي أخذ بالمدرسة التوفيقية، أليس كذلك؟ ماذا تقول المدرسة التوفيقية؟ لكل جريمة عقوبة، والعقوبة تكون لها حدين، حد أدنى وحد أقصى. في إطار الحدين القاضي له الحرية في أن يحدد العقوبة في إطار الحدين الأدنى والأقصى. إذا هنا إذا كانت العقوبة في حدها الأقصى متساوية بين القانون القديم والجديد، وفي حدها الأدنى القانون الجديد أقل، فالقانون الأصلح المتساوي هو القانون الجديد، أليس كذلك؟ والعكس صحيح. لكن هناك Yeah.
الشرط الأول أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم، الشرط الثاني أن لا يصدر حكما باتا نهائيا في الدعوى العمومية الناشئة عن الجريمة قبل نفاذ القانون الجديد. نعاودكم، الشرط الثاني عدم صدور حكم بات نهائي في الدعوى العمومية الناشئة عن الجريمة بعد نفاذ القانون الجنائي. يعني نعم عفوا نعم كتبتوا عدم ماذا كتبتوا الجملة لكن المشرع قصد
مخالفة لقانون مؤقت. وضحت المسألة؟ إذا القانون المؤقت إذا وقعت جريمة في إطار القانون المؤقت فإنه يطبق هذا القانون حتى وإن انتهى العمل به وصدر قانون آخر أو انتهت مدة العمل به. مثلا في المثل الذي أعطينا بالنسبة للغابة فالشخص يحاكم بالعقوبة المقررة في القانون المؤقت حتى وإن تمت محاكمته في فصل الصيف عفوا في فصل الشتاء وليس في فصل الصيف إلى فصل الشتاء قد انتهت. ومع ذلك ما دام قد ارتكب جريمته خلال فصل الصيف فإنه يطبق في لا يطبق بأثر الرجل احتراما لهذا القانون المؤقت. إذا توفرت ثلاثة شروط فإنه يطبق القانون الأصلح للمتهم بأثر الرجل، وهذا استثناء من القاعدة لأن القاعدة كما قلنا ما هي الجنائي الشكلي أو المسطرة الجنائية لا تضيف عقوبة ولا تضيف جريمة.